العيش الكريم ليس معناها الرزق والأكل والشرب والملبس، لا، العيش الكريم يكون هذا الإنسان بين أهله وأولاده كريم عزيز النفس، لأن إذا ما كان يستطيع أن يوفي لأولاده وزوجته وأهله يبقى دائما هو في مسغبة، يعني لا يستطيع، يعني كل يوم خلافات مع الأولاد مع الزوجة لأنه ما عنده الإمكانيات اللي يلبي لهم، فهذه ما بعيشة كريمة.